الرستان 8/5/2013 آثار الدمار في هذا الحي جراء القصف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة من كتيبة الهندسة. منازل مدمرة بالكامل جراء هذا القصف ونزوح معظم سكان هذا الحي. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ما يسمى بطريق الموت لكثرة القذائف المتساقطة على هذا الحي. كما ترون مقابل لكتيبة الهندسة وتمركز الدبابات والجيش، والمدفعية والصواريخ وغذاف الهون أيضا. انظروا حجم الدمار في هذا الحي. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الرستان 8/5/2013